أكثر الأسئلة الشائعة عند لاعبين لعبة الحرب الأخيرة لاست وور إجابات تهمك. مرحبا شباب، كيفكم يا أساطير؟ إذا أنت جديد باللعبة وعندك أسئلة حيرتك أو تواجه مواقف ما تعرف شلون تحلها، لا تقلق، اليوم راح أجاوب على أهم الأسئلة اللي تجيني بشكل يومي منكم، وراح أشرح لكم إسرار رهيبة تخليكم محترفين باللعبة من أول موسم. تابع الفيديو للنهاية لأن فيه نصائح ذهبية راح تصنع الفرق في تقدمك في اللعبة. وبالمناسبة يا شباب، قبل ما ندخل بالتفاصيل خليني أخبركم على عرض لا يعوض من عالم البطاقات. متجر عالم البطاقات هو الأمثل إذا تريد شحن سريع ومضمون لكل بطاقات الألعاب بأسعار تنافسية، والأحلى يوفر خصومات خرافية تصل إلى 25% على حزم شحن لعبة الحرب الأخيرة. والمتجر تابع لمنصة معروفة التابعة لوزارة التجارة السعودية. يقدم المتجر خدماته في دول الخليج وجميع دول الوطن العربي. راح أسيب لكم رابط المتجر والواتساب الخاص فيهم في أول تعليق وفي وصف هذا الفيديو، ولا تنسوا تذكرون أنكم جايين من طرف باسل بلاي تايم، بس تتواصلوا معهم علشان تحصلوا على أحلى الخصومات والتعامل المميز. سؤال من الأخ حمد، كيف ميسون عندي SSR وصديق قريب؟ أخي حمد، الجواب بسيط، بمجرد ما يبدأ الموسم الأول بالخادم اللي أنت فيه راح يصير بإمكانك ترقية ميسون لليو آر. لمعرفة موعد الموسم الأول افتح مبنى هيمنة النهاية، هذا المبنى اللي على شكل هرم، وشوف الوقت المحدد. ترقية ميسون سهلة بس تحتاج تنتظر شوية وتكون جاهز تستغل الفرصة. السؤال الثاني من الأخ غازي، هل الحد منتهي؟ طبعا الأخ غازي يقصد قائمة الأمنيات في قسم تجنيد الأبطال. أخي غازي لا تخاف، الحد هذا يتجدد باستمرار، بمجرد ما تجند 200 بطاقة تحصل على شظايا البطل اللي اخترته، وهالشي يتكرر بعد كل عملية. يعني لا تشغل بالك، استثمر وتأكد انك ما تفوت اي فرصة لتطوير ابطالك المفضلين. طبعا اختار البطل اللي تحتاج تطوره او البطل اللي ما حصلت عليه علشان تحصله من خلال هاي العملية. السؤال الثالث من الاخ محمد، كيف ارسل موارد لاعضاء التحالف مثل ما يصير بلعبة لوردز موبايل؟ اخي محمد، للأسف هاي اللعبة ما تدعم ارسال الموارد مباشرة، لكن الحل بسيط، إذا أحد أعضاء التحالف عنده حساب مزرعة بنفس الخادم، تواصل معه واطلب إحداثياته واهجم عليها، بهاي الطريقة تحصل على الموارد اللي تحتاجها بدون أي مشاكل، وهذا يعزز أهمية التعاون داخل التحالف. طبعا التحالف في لعبة الحرب الأخيرة ما في هاي الميزة، لكن بإمكانك الاستفادة من خلال مباني التحالف، مثلا تسريعات أو زيادة بالموارد من خلال المباني اللي يحتلها التحالف. قبل ما انتقل على الفقرة اللي بعدها، اذا تشوف هذا الفيديو مفيد يا ريت تضغط على زر اللايك واشترك اذا حبيت، دعمك يعني لنا الكثير ويشجعنا على نشر المزيد بالمستقبل ان شاء الله. السؤال الرابع من الاخ شين، كيف ازيد عدد الجنود عند ابطالي؟ اخي شين، علشان تزيد عدد الجنود عند ابطالك في المسيرات لازم تطور المراكز عندك، مثلا مركز الدبابة ومركز الصاروخ ومركز الطائرة. ركز على المركز اللي يتناسب مع نوع المسيرة اللي تستخدمها، مثلا إذا كنت تعتمد على مسيرة الدبابة لازم تطور مركز الدبابة، وإذا كنت مثلا تعتمد على مركز الطائرة كذلك لازم تطور مركز الطائرة والصاروخ كذلك، وكلما ارتفع مستواه زادت قوته وحيويته وعدد الجنود. استراتيجية بسيطة لكنها قوية جدا. السؤال الخامس من الأخ وليد، شو أفضل التقنيات اللي أطورها بالبداية؟ يا أخ وليد، شوف، إذا أنت ببداية اللعبة لازم تركز على التقنيات اللي تعطيك سرعة في البناء والبحث، هاي التقنيات راح تختصر الوقت وتخليك تطور قاعدتك بسرعة. وبعدها وجه اهتمامك لتقنيات الأبطال والمرآب والقوات الخاصة، هاي التقنيات راح تصنع فارق كبير في الحروب وفي ممارسة التحالف. السؤال الأخير من الأخ حسام، كيف أنقل لسيرفر ثاني أو خادم ثاني؟ أخي حسام، النقل لسيرفر جديد يتطلب بطاقات الهجرة، هاي البطاقات تقدر تشتريها من متجر التحالف لكنها ما تكون متوفرة إلا بعد نهاية الموسم الثاني. تذكر كل ما كانت قوتك أعلى كل ما احتجت إلى عدد أكبر من البطاقات. خطط جيدا قبل ما تفكر بالانتقال واختار الخادم المناسب لك وانقل عليه إذا حصلت هاي البطاقات. وهيك يا أبطال نختم الفيديو، وإذا استفدتم من هاي النصائح وما زال عندكم أسئلة لا تنسوا تكتبونها في قسم التعليقات حتى أجاوبكم عليها بالفيديوهات القادمة. وإذا استفدتوا فعلا خلونا نوصل هذا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات، وصلنا هذا الفيديو على الأقل 100 لايك، أنتم كفو ونحن نستاهل. ولا تنسوا عرض عالم البطاقات اللي ذكرته قبل شوية، رابط المتجر وأرقامه موجودة بالوصف وأول تعليق، واذكروا أنكم جايين من طرف باسل بلاي تايم علشان تحصلون على أحلى الأسعار وأفضل خدمة. اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا بالقناة وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. نشوفكم بالفيديوهات القادمة، والسلام عليكم.